السلام عليكم ورحمة الله. في فيديو اليوم جبنا بريوش خفيف واقتصادي. عنا المقادير: كاس ونص حليب، نص كاس زيت، 4 مغارف سكر كبار، مغرف كبيرة خميرة الخبز، 2 مغارف كبار زبدة، وزوج بياض بيض. في إناء نفرغوا كاس ونص حليب، نزيد لهم مغرف كبيرة خميرة الخبز، ونزيد 4 مغارف سكر كبار، سكر عادي. نخلطوا المكونات، نخلطوهم مليح ونخلوهم يرتاحوا لمدة 10 دقائق. بعد ما خلينا مرتاحوا لمدة 10 دقائق، نضيفوا الفارينة تدريجيا. نضيفوا نصف كاس الزيت، نضيفوا نصف كاس الزيت، ونضيفوا بياض البيض 2 حبات، وإلا كانت حبة كبيرة نديروا حبة بياض بيض. خلطوا المكونات، نضيفوا هنا الفارينة تدريجيا غير بشوية، ونضيفوا قرصة ملح. خلطوا ونقعدوا نزيدوا في الفارينة، يتقالنا شوية الخليط نخلطه بيدينا. العجينة هنا تكون تقعد تتلاصق في يدينا، ما نديروهاش ناشفة بزاف، خلوها طرية. نضيفو هنا 2 معالق زبدة تدريجيا تاني هكا قرصات، ندخلوهم في العجين نقولوا ندخلوا فيه هذيك الزبدة في العجين. هنا بعد ما لمينا العجينة تاعنا مازالت تقعد تتلاصق، مشي بزاف ولكن شوية طرية ومتلاصقة مشي ناشفة، خلوها تريح لمدة نصف ساعة حتى يتضاعف حجمها في مكان دافئ. بعد ما اختمرت العجينة تاعنا، بعد ما ريحت مدة نصف ساعة، هنا عندنا مربى المشمش. هنا الحشو اختياري، هنا 2 صفار بيض باهم بعد نطلبيهم الخبيزات تاعنا. الحشو اختياري، تبغوا شوكولا تبغوا كونفيتير على حسب الذوق. نبيزو هنا البيزات تاعنا، درنا حوالي 20 حبة، هاد الكمية درنا حوالي 20 حبة. نحشوها هنا بالمربى ونغلقو مليح، نشكلو الدائرة، نعاودو نشكلو الخبيزة تاعنا مليح باش ما تتفتحناش. نديروهم في البلاط تاعنا، ندهنهم بصفار البيض، من الفوق نديرو لهم سكر ولا جلجلان فيغميسيل شوكولا، ونخلوهم يطلعوا ونديروهم في الفرن على نار متوسطة. هامليك بعد ما طابوا، ان شاء الله تكون عجبتكم لاوسات تاع البريوش، نتمنى تجربوها. غادي نخلي لكم لاغوسيت في اسفل الفيديو.
في الأخير نتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنساوش دعم القناة وتفعيل الجرس. سلام.